لو الحكاية فيها إن فيجو كنا عن اللواء البطران وحياته بص هو اللواء البطران أكتر حاجة حتى لما كنت قابله عند بابا وكان يقعد كان بيصلي كتير جدا كان بيعمل أعمال خير ما كناش نعرفها إلا فيما بعد أو بسيط جدا كان يعني أنا لما عرفت ناس كثيرة زعلت عليه أو حزنت عليه عرفت إن هم فقدوا قد إيه حد أب روحي كان بيطبطب عليهم بيخدمهم بيبقى الحنان أساسا يعني مش قريب بس لا كمركز وقوة وخدمة وحنان وإحنا عيلة كبيرة مترابطة مع بعض فكان هو بالنسبة لهم كل حاجة يعني. احكي لنا قبل ما يسافر هو الحقيقة كان فترات أنا كنت أروح عند بابا ألاقيه تعبان راجع من الشغل نايم ببدلة هدوم والله نايم ماما تقول لي محدش يعمل صوت عشان أخوكو جاي من الشغل أدوبك يصحى ياكل لقمة ويجري جري تاني على الشغل قبل استشهاده أنا ساكنة في الدور اللي تحتيه جه هو غير كان بقاله 4 أيام مغيرش وعم حسين السواق بتاعه قال له يا بيه طب ارتاح قال له لا معلش عم حسين عندي شغل نزل طلع غير يدوبك هدومه بدلته وراح الشغل وعلى اخر النهار على المغرب كده سمعنا نبأ ان محمد انصاب حتى ابنه كان مسافر في المطار وابتدى يشوف ان في ضربة على السجون ابراهيم ابنه ما كانش عارف ان والده استشهد كان بس عمال يشوف ضربة على السجون كل واحد منا كان عمال يسمع اخبار كانت البلد ساعتها في قلاقل بقى كان ايام حسني مبارك يعني العهد اللي فات ده وكانت الدنيا سايبه ما كانش حد عارف فين الصح وفين الغلط وبعدين انا فاكره كويس قوي قعدوا يقولوا لنا ده السجون اتفتحت والمساجين هيطلعوا انا اول مره انا ما بخافش انا بيت بابايا بقعد فيه ممكن بالليل لوحدي في الضلمه ما بخافش خالص اول مره احس فعلا ان المساجين دول اللي كان اخويا بيحكي عليهم ان هم هيطلعوا من السجون يعني ايه متخيل بقى ناس يعني ما فيش اي حاجه في دماغهم غير ان هم ينتقموا ويقل ادبهم يفترسوا فكان واحد حاسس بقلق ومش قادره لا اتصل بحد لان ما فيش عندنا لسه معلومات عن محمد ايه اللي حصل ايه اللي اتضرب لحد ما عرفنا بقى الاستشهاد بتاعه بالليل خالص على الساعه 8 9 وربنا هو علام الغيوب في ايه اللي حصل بس كل الحلقات اللي انا شفتها والروايات اللي اتحكت ان اخويا كان بيصد هجمات وبيهدي الناس لان هو حتى وهو كظابط كان كل العساكر اللي اشتغلوا عنده كانوا بعد ما بيخلصوا مده خدمتهم بيجوا يشتغلوا عنده ما بيجوش يشتغلوا عنده الا اذا كان هو شخصيه حنينه وكويسه عطوفه لان عسكري الامن المركزي ده معهوش اي شهاده فلما بيلاقي اي حد يطبطب عليه يبقى كويس معاه بيشتغل معاه احنا كنا بنقدم كذا اقتراح ان اللواء الشهيد البطران في مدرسه عندنا هنا ورحنا بيها لسياده المحافظ ورحنا بيها للجهات المعنيه ان هو يسم المدرسه دي باسمه بدل ما بتكون اسم مدرسه الشهداء انهي شهداء بالظبط شهداء من ايام الفراعنه ولا شهداء دلوقتي ولا شهداء السنه اللي فاتت النهارده احنا عايزين نعرف لغز استشهاد اللواء البطران اللواء البطران ده كان مساعد وزير الداخليه وكان رئيس مباحث مصلحه السجون الراجل ده استشهد داخل السجن دفاعا عن الوطن طريقة استشهاده أنا عايزك توضح أكتر كوزارة الداخلية كوزارة الإعلام من المسؤولين النهاردة ما شفناش حاجة بأمانة للشهيد اللي هو البطران إن فعلا بجد إن فعلا مصر كرمته بإطلاق اسمه على أحد الشوارع أحد المدارس مفيش طب أسأل سؤال عدم تسمية وتخليد اسم اللواء الشهيد محمد البطران هل عدم تخليد اسمه في إطلاق اسمه على مدرسة هل هذا يكون مع أو ضد بعد كده اتصلت بإخواتي وقلت لهم حصل ان اللواء محمد الله يرحمه قال لا الله يرحمه قلت له في السجن هنا المساجين طبعا طلعوا عملوا حرج وكده بتاعه واستشهد في المكان بتاعه ده الخبر ما صراحة ما كنتش مصدق يعني لان هو كان محبوب داخل
داخل السجن، ده محبوب من المساجين ومعاملته الطيبه معاهم، وكان محبوب من زملائه يعني. طبعا معرفه الحقيقه في الوقت بتاع الحدث ده صعب، لوجود عمليه هرج، وزي ما انت عارف ان السجون كلها اتفتحت في وقت واحد، فده كان في الوقت ده كان صعب ان الحقيقه تظهر. بعد كده طبعا احنا عرفنا بقى قصص بقى ان ازاي حماس والاخوان وخروج محمد مرسي في نفس الوقت وكلامه على الهاتف المحمول اللي كان معاه واقتحام السجون. احنا بس نعرف، بنطلب بس من الدوله الحقيقه، انتوا ادرى منا بالحقيقه، احنا بنستمع روايات، الروايات دي حقيقه ام روايات كاذبه؟ اللي هو البطران اهم حاجه عنده تامين السجون، تمام. تامين السجون ده بالنسبه للي هو البطران ده كان حاجه يعني بالنسبه له، لانه هو خايف على اللي بره من اللي جوه يعني، هو كان خايف على عمليه اقتحام السجون وتهريب المساجين للناس اللي بره في الشارع، ما يضمنش الناس المساجين دي فيها مين هيطلع يعمل ايه مع الاهالي ومع شعب مصر، فكان شغله الشاغل كله هو عدم فتح السجون.